واحد الاخي ديالي قال ياه شحال هادي وحنا كنشاطرو معاها كاع باش تضرب وتقول يلاه يا سمعينا في ميساج عندنا 3 سنين وحنا معاك كنكتبو كنهضرو يقول لي خلاص فوقاش بغيت تهبطي نجيو نتعرضو لك في مراكش ولا في كازا الوقت واقف الله يهديك يا لطيف واشخر هذا اشخر هذا طلع هذا وطل 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 مالك اخويا مالك اخويا ايوا نعس عيت ما نفيق فيك اصاحبي حتى داز الطبل حتى داز السحور اش داز داز الطبل وداز السحور وداز كلشي ما تقولها لي عيت ما نفيقك ما تقولها ليش ما تقولها ليش لا حمل الوالدي ولا تضرب وجه الله اعو اش من اه يا كيفاش انت كتهضر مزيان دابا وليتي كتهضر بالاه مالك مشيتي من فاس ولا كيفاش لا لا ملي مشيت عندها من الفيلي ندي عندو جوج كيلو داو او راه ما لقيتوش لقيت غير ولدو وقال لي عطيني هو الجوج ديال الايلو ديال 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 او او ربي يسلمك وانا مشيت عند ماما نقولها لها ياك لاباس اخويا ياك لاباس عليك عندك الله النبي رسول الله وانا صاحبي نوض نتسحر اه وليت انا ما قلتش ودن مازال ما ودنيش عندك الله النبي رسول الله الله يلا فرحتي ما كتخربق كتدخل في الهضره مالك الله يستر عليك الله يبارك فيك الجنه ما كاينين كاع في رمضان هادو بلا ما تخربقش واش ودن صافي زعما غادي انت من الفراش او 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 ياك ودي لاباس الحمد لله انت خلعتيني عليك لا ما تخافش ما تخافش ما نوض عمرها يا ولد اه نوض عمرها تاي عامر حط حد ديك الدكه اه واه صاحبي ديك السيده اللي كنت كنهضر معاها قلت لك هادي شي 3 ولا 4 سنين كتقول لي غدا نهبط غدا نجي غدا نجي ما فهمتش اصاحبي والله الا ردي على هاد الهمزه واش قالت لك اش قالت لك اش قالت لك اش قالت لي ايه وراه تقريبا 3 سنين وهي تقول لي اتقول لي اتقول لي راه قالت لي غادي تجي وهي ما بغاتش تجي كاع واش غتجي في هاد كورونا هادي كازات لنا هاد كورونا هادي لا الا واش تي قبيله زيت الحومه هنا ولقيتهم افر الافافي افر الافافي ايه وهاد الناس والله ما يحشموا واين ينسي وحدين وياخذوا جوج ياخذوا وحده وعاودوا ملي يجيو كيقول لهم زيدوني وحده اخرى واللي عطيتوه بوانتي كي بوانتي والناس ما كتفهمش والله هادي هما صاحبي واش ليش تقفوا صاحبي خلي واحد اخر اللي ما شادش جايته وهذا اللي نقول لهم والله ما بغاو يفهموا ما فهمت هاد الناس والناس انسهم ابرات اصاحبي ماشي ابرات الجوع هذاك بوهيوف هذا ولا اله الا الله محمد رسول الله لا ربي السلام راه كاين الناس بزاف اللي ما عندهاش اش ديتي وقف ما غمض عينيك عطي لواحد اخر ما فهمتش واش غادي يبقى الشيء غادي يبقى دائما وانت تقول وقلنا قلنا بعدا شي شي نؤته ولا شي حاجه ولا فتح حنا نستنا شويه نقول لك والله يا راس ما نقول لك حاسب هنا ماز ولا شي حاجه نسولك وانت جاوبني انا نسولك ندوز هاد الحاجه فاش خرجتي فاش خرجتي اليوم ها قالوا لي تلاقيتي مع البوليس وين وين اه ايه اش داروا لك ما داروا لي والو عندي الوقا ديالي ومشيت على الدوره والكمامة عندي الكمامة ديالي هي ما قالوا لي مسائين والو هما ايدي وخدمتهم مسائين واقفين معانا وقالوا الناس دخلوا لديوطهم راه الناس خصها تتعاون اش دير تعاون ماشي تعاون عاون لا تعاون ايوا اش غادي دير اه رانا بعدا نتسحروا الله يستر عليك ومن بعد شويه عاد غني لي ربي لا ما واخا سيدي ها خوكش هو سيدي ها خوكش يدويسك عافاك ها هو شفتي نتكاسل واش عاود شردينا صاحبي واش هاد الولاد نولي حوته ولا هذا غالي هذا الطن هو يكون حتى كاع القرش كاع ياه ما كانش يخرج الشعمة شي حاجة ولا لا جيران يطلعوا علينا لا حتى حاجة كاع ما يسول فينا يلاه ورا نعتقو ما كان مشكل الدنيا هانية اللي الحدورة قول لي اه ربي لا ما غني لي داك الديسك الزوين ديال داك الديسك الزين اللي عزيز عليك محبا دابا او مالولو او مالولو او مالولو واش قالولو او مالولو اش قالولو او مالولو تما بقيت انا الله يعطيك الله الله يعطيك الله اسمع على الديسك غادي نعاودو مع الرباط قولي 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 قطع حوايج هو شكون هذا؟ واحد بيلا سير قطع حوايج هو قطعهم مسكين كيضحك بليتي